السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بألف خير. اليوم الوصفة وصفة طيبة كتير ومفيدة جدا وفيها بروتين. انا اول مرة بصور لكم اياها فيديو للقناة، اللي هي الفاصولية الحمراء. هاي المتوفرة عندي بالهند، هون ما في من البيضة للأسف. انا بحب البيضة اكتر من الحمراء، بس مشان الفائدة وهي فلازم انه نجربها. رح يلزمني انا هون ناعة قبل بليلي الفاصولية الحمراء بمي لمدة اقل شيء 12 ساعة، يعني حتى تنفش الحبة مثل وقت نسلق الحمص ننقعه قبل بيوم. هلأ الماء غسلتها طبعا اول شيء للفاصولية من الغبرة ونقعتها بالمي. طبعا المي لازم ما نكبها نهائيا، لانه كل فوائد الفاصولية رح تكون فيها، مثل ما قلت لكم كيف نسلق الحمص. لانه اذا نقعتنا المي وكبيناها راحت كل فائدتها، فنحن مشان نكسبها لازم نخلي لها المي. هلأ بدي اسلق الفاصولية انا بنفس المي اللي نقعتها فيها. اسلقها اول شيء بعلي النار عليها لحتى تغلي، بعدين بوطي النار وبضيف عليها ربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم او الكربولا او الكربونات، كل منطقة بتقلها شكل. بيكربونات الصوديوم هي بالانجليزي مشان الكل يعرفها بالدول العربية شو قصدي فيها الكربولا اللي عنا. اوكي، بس تغلي اذا الفاصولية منهدي عليها النار ومنحط لها اذا الكربولا او بيكربونات الصوديوم، ونتركها لحتى تتفتح الحبة تبعها وتستوي. بعدين رح يلزمني لهاي الوصفة توم. رح نقلي توم، ما رح اهرسه هرس او دقه بمدقة التوم، ما رح اتركه هيك، بس لانه في وقت انا رح اتركه هيك مشان ما يطلع كتير ريحة هلأ بالمطبخ. وقت التحضير رح اهرسه وشوفكن اياه كيف رح نحمصه مع السمن. رح يلزمني هون سمن حيواني او نباتي او زيت اللي بدكن اياه، بس اذا كان حيواني بيكون اطيب. رح احتاج كمان، بدي حمصها بدبس بندورة لانه رح نطبخها بدبس بندورة. دبس بندورة هذا جاهز، انا رح ازيد له نكهة بدبس بندورة بلدي شغل بيت، هذا ماما بعتت لي اياه من سوريا للهند اجاني، فرح اخذ منه معلقة كبيرة مشان يعطي طعمة طيبة للفاصولية. هاي المرحلة للفاصولية. ورح نحتاج كمان للحمة، رح نعملها بلحمة او دجاج، انتو شو بتحبوا فيكن تعملوا الفاصولية. انا هون سالقة لحمة، هاي اللحمة انا عملتها جبتها بالعظم، لحمة بالعظم سلقتها هون وتارك المي فيها. هلأ انا حطيت لها بس بصلي وحطيت لها كم حبة فلفل اسود وهيل وورقة غار وحدة ما في غيرها. اوكي، ها هي المطيبات اللي رح نحطها للحمة. وحطيت لها زيت زيتون، ملح ما بنحط لحتى تستوي اللحمة تمام، اخر شيء بنحط، لانه اذا حطينا ملح ببداية سلق اللحمة ما رح تستوي معنا بسرعة. اوكي، هلا بدنا نروح للتحضير لاول مرحلة اللي هي سلق الفاصولية. انا رح اعمل جنب الفاصولية الحمراء يلي بالبندورة رز. انا هون نقعت كوب رز من القصير المصري وثلاث ارباع الكوب من رز البسمتي الطويل، شايفين؟ خلط بيناتهم. ورح حط لهم شعيرية، نص كوب شعيرية رفيعة، رح حمصهم بالسمنة. هلا اول شيء اذا بنروح لمرحلة سلق الفاصولية. حطيت انا هون الفاصولية بطنجرة، رح اتركها لحتى تغلي تماما، بعدين بحط عليها الكربونات مثل ما حكيت وبغطيها لتستوي. حط عليها الكربونات بعد ما تغلي وبهدي عليها. هيك بتكون الفاصولية خلصنا من مرحلتها. طبعا اذا نقصها مي بنزودها من مي تتسلق اللحمة، مو مي عادية، وتكون المي مغلية. اوكي، عندي الفاصولية استوت كلياتها. هلا انا رح صفيها بمصفاي، ما رح كب المي لانه بدي اطبخ فيها الفاصولية. بشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. هلا بطنجرة على النار حطينا هون معلقة كبيرة من السمن. هلا رح نزل فوقها توم راس كامل مدقوق، ها
حمصه مع سمني. في ناس بيحطوا كزبرة، انا ما بحب، بحس انه هيك كزبرة طبعا يابسي، بحس انه لا، بس نكهة الثوم. حتى احيانا ما كنا نحمص الثوم، ندقه دق وننزله بالمرقة، لكن انا بحب انه يتحمص افضل، ياخذ نكهة اطيب. هلا راح احط الثوم، بعدين راح نزل فوقه اللحمة المسلوقة، بعدين الفاصولية والدبس البندورة. شوفكم بالمرحلة يلي بعدها بعد تحميص الثوم. هلا رح نزل فوقها اللحمة، هلا بنحمص اللحمة مع السمنة والثوم، تاخد تقلاي طيبة. هلا بدنا ننزل الفاصولية الحمراء فوق اللحمة ونقلبها كمان مع بعضها لتاخذ نكهة السمنة. ممكن احنا نقلبها هيك حتى الفاصولية ما كتير تنهرس معنا بالمعلقة، نقلبها بهالشكل هاد على كذا ميلي. شايفين هيك ضلها حبتها واقفة. بعدين دبس البندورة بالمرحلة يلي بعدها. هلا رح نضيف دبس البندورة. شايفين هاي معلقة السكب، مو معلقة الأكل اللي ناكل فيها، لا، معلقة السكب. رح أحط معلقة معرمة لفوق مثل ما شايفين، ورح أحط كمان نص معلقة نفس الحجم من الدبس البندورة البلدي. هاي نص معلقة من الدبس البندورة البلدي. إذا ما توفر فيكم تحطوا فقط من الجاهز، دبس البندورة الجاهز أو رب الطماطم، بس هاد شغل بيت غير شكل نكهته وطعمته. هلا بدنا نحرك المكونات مع بعض وبعدين نضيف فوقها المي. نحاول دبس البندورة نفرده هيك شوي بسيطة ونقلبه، حتى نحنا ما ندقر الفاصوليا تضل محافظة على شكلها. ما عم نحركها بالمعلقة، عم ننسفها تنسيف. هلا اتركهم بس دقيقتين يتحمصوا مع بعض، رح ضيف فوقهم المي مباشرة. هلا رح نضيف مية الفاصولية يلي سلقناها فيها عشان الفوائد، ورح نحط مية لحمة. هلا رح نضيف فوقها مية لحمة كمان، ونركز للملح. هاي ملح معلقة كبيرة أو حسب الرغبة. هلا بنحركهم بهدوء بواسطة المعلقة الخشبية بهالشكل هاد لحتى تغلي معنا البندورة وتعقد كلها مع بعض مع المكونات. هلا بنترك الفاصولية لتغلي وتعقد البندورة كلها مع المكونات الموجودة. ما بخبركم قديش الريحة بتشهي. هلا بدي أقول شغلي إنه أنا مشان نكهة بنكهة طيبة ممكن حط القرنين فلفل أخضر من هاد بقلبها مشان يغلو مع بآخر شي، أو ممكن نعملها تقلاي قطعة فليفلة يابسي منقوعة بالمي لحتى تطرى بهالشكل هاد. هاي الفليفلة، فليفلة تبع المكدوس بس ناشفة ميبسة، بتنقعوها بالمي لحتى تطرى. أنا نفسها بعمل منها المكدوس، نفسها بعمل دبس فليفلة. شوف الاتراك بيحطوا منها لليخنات، فبدي اجرب هالمره. اول مره راح اجرب هاي الفليفله مع الفاصولية الحمراء. فيكم مع البامي تحطوها، اي شيء بدكم اياه ممكن تحطوها. انا هاي اول مره صراحه راح احطها مع معلقه سمنه قطعتها تقطيع، وراح اقليها واحطها اخر شيء طشي فوق الفاصولية. اذا ما عندك اياها وما انا موجوده مانك مضطره تحطيها، حطي بس الفلفل الاخضر يلي ذكرت لك اياه، او فليفله حلوه مشان نكهه. الفليفله مع اليخنات هي او الشوربات بتعطي طعم كثير طيب صراحه. فانا هلا رح اترك الخليط هذا يتماسك مع بعض، يثبت مع بعض، بعدين رح اقلي قطعه الفليفله وطشها فوقها، وهيك بصير طبق الفاصوليه الحب جاهز.
بنرش له رشة نعناع أخضر يابس، عفوا بالنهاية رشة نعناع يابس لهاي الأكل بالنهاية. هيك بنقدمه ونطبخ جنبه الرز بالشعيرية. هلا بننتقل للرز. عندي هون بطنجرة حطيت معلقة سمن كبيرة، هلا بدي أضيف فوقها الشعيرية. الشعيرية هاي ربع كوب، راح نحمصهم مع بعض مع السمنة ليشقروا وياخدوا لون، بعدين بنضيف فوقهم الرز اللي نقعناه مسبقا وصولناه من المي وغسلناه لحتى ياخد كمان نكهة السمنة مع الشعيرين، بعدين بنضيف فوقها مي، اما مية لحمة او مي عادية حسب ما بتحبوا، بس تكون ساخنة مع مكعب ماجي اذا بتحبوا، ورشة الملح. مجرد يغلي بنهدي النار ونتركه لحتى يتهدى تماما، تنشف ميته مدة 20 دقيقة، بعدين بنحط عليه معلقة سمنة، اما بنقدحها بطواية على النار او بنحطها على وشه للرز مشان يتفلفل ويتفرفد ويصير كل حبة واختها ما يطلع معجن وملزق ببعضه. هلا الشعيرية اخذت لون اشقر مثل ما شايفين، والمي عم اغليها، والرز المنقوع غسلته صولته، وهلا راح احطه فوق الشعيرية. حركوا ياخذ تقليبي، هلا راح اضيف الملح فوق الرز بعدين المي. هلا راح نضيف مية اللحمة فوق الرز، نتركه يغلي، بعدين نهدي عليه لمدة 20 دقيقة لحتى يستوي وتتفرفد الحبات. بنحط له معلقة سمن على الوش ونتركه 5 دقايق كمان يتفرفد، بنطفي عليه وهيك بصير طبق جاهز جنب الفاصولية. هلا بنسقي الرز بمعلقة سمنة كبيرة، بنغطيه وبنتركه 10 دقايق ليتهدى. طبعا نحنا طفينا النار عليه وبنتركه. بعد مرور الوقت شوفوا كيف هلا الرز متفرفد كل حبة واختها وما نوزق ببعضه، وهيك صار جاهز طبق اليوم. بقي بس نقلي الفاصولية بنكهة الفليفلة اذا حابين، او اذا بدكم فقط الفلفل الاخضر يلي ذكرته. بشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. عم حمص الفليفلة مع معلقة السمن لحتى احطها فوق الفاصولية. هلا استوت عنا التقلاي، راح هلا احطها فوق الفاصولية. حبيتها بهالشكل هذا، طعمي انا حاسه راح تكون بتشهي كتير، وان شاء الله بس دوقها راح اخبركم عن النتيجه مع الفليفله. شوفوا كيف حبه الفاصولية لساها واقفه، والخليط كله اشتبك مع بعض. هلا راح طفي على الفاصولية وهيك بتصير جاهزه. وللتقديم مثل ما قلت لكم بتحطوا رشه من النعنع اليابس. لهون وصلنا لنهاية وصفة اليوم يلي كانت فاصولية حمراء حب، فيكن نفسها تعملوها بيضة، بس أنا مو متوفر عندي غير الحمراء هون بالهند، عملتها مع اللحم بعضهم، وفيكن تعملوها كمان بالدجاج حسب الرغبة. تعملوا نفس الخطوات لسلق اللحمة ووضع الدجاج مع السمنة وتقليبها. ما بخبركم قديش النكهة طيبة ونكهة الفليفلة ولا أطيب منها، بتمنى تجربوها إذا توفرت عنكم. هون بالهند أنا متوفرة عندي كتير هاي الفليفلة الناشفة، إذا ما توفرت مثل ما قلت لكم بتحطوا الفلفل الحار أو الأخضر ليعطي نكهة طيبة. بتشكركم لحسن المتابعة،
بتمنى لكم كل خير، ان شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة قريبا. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير واشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد.